السلام عليكم أعزائي، احنا قاعد نفحص الحين بعض الوحدات السكنية في ديار المحرق. طبعا لما وصلنا إلى المكيفات طلع عندنا أخطاء مميتة وأخطاء يعني ما أدري شلون اللي سوى المكيف ركبه، يعني طاوع نفسي يسوي هذا الشيء. شوفوا يا جماعة، هني عندنا المكيفات مو موصل فيهم الإيرث. تشوف واير اخضر هني تفكر ايرث، هذا مو ايرث. الايرث المفروض يتوصل هني بالبادي، هذه علامه الايرث. وهذا الواير الاخضر شوف مستخدم انه شنو، هذا حق الكنترولر اللي يشغل الريلي. هذا الكونتاكتر ياخذ سيجنال من الاندور يونت، اذا درجه الحراره ارتفعت تمر سيجنال عن طريق هذا الواير تشغل الكونتاكتر. يعني هذا فيه كهرباء الحين، وهذا فيه كهرباء 240 فولت. اعطني المالتيميتر. هذا الحين فيه كهرباء، الاير فيه كهرباء. شوف شلون الحين راح اوضح لكم شلون هذا قاعد يعطيك كهرباء. شوف الاير كهرباء، هذا مو اير، هذا قالب الوايرات تحت مستخدمينه لاين. وين الاير؟ ما في اير. المفروض يجي واير فور كور ابو اربعه اطراف، اربعه وايرات لاين ونيوترال واير والكنترولر، اربعه. كل مكيف لازم جايين ليه فوق اربعه. هني الحجي ما يبي يخسر، قلب تحت الواير في الاندور يونت الايرث، قلب الى كنترولر اللي هو عندنا قاعد يجيب كهرباء. شوف لما نخلي هذا رفعه فوق شوي كذي، لما نخلي النيوترال مع هذا يعطينا 240 239، نفس لما نخلي هذا مع اللاين الرئيسي نفس الفولت يعطيك، لان هذا نيوترال وهذا لاين بس قاعد يشغل الكمبريسر، وهذا لاين قاعد يجيب الكنترول لتحت. والايرث مو موصل، هذا طبعا مو مكيف واحد، كل المكيفات هذا نفس الشيء. الايرث مو موصل، مستخدم الايرث للكنترولر. وهذا نفس الشيء طالع مو موصل الايرث بتاتا، مستخدم انه نفس الشيء. وهذا طنين ونص بالمناسبه، 3 طن، مستخدم له واير 2.5. هذا الواير شوف 2.5 حق مكيف 3 طن، تعقل هذه. وهذا نفس الشيء عندنا، بس فوق مكيفين ابو طن موصل صحيح، ومكيف التبريد موصل صحيح لانه ما يحتاج الى كنترولر. فانتباه يا اخوان، هذه الحوادث المميتة اللي بتسبب لا سمح الله لو صار شورت في وحدة المكيف، راح تسبب صدمة كهربائية، راح تسبب احتراق في الاسلاك، وهذا يؤدي الى احتراق في الامور الثانية. يا اخوان هذه بطن سكت عنها السالفة يعني. وهذه طبعا غلط اللي ركبوه المكيفات مو الوحدة نفسها، اخطاء ثانية هناك عندنا، بس هذه خطأ تركيب الشركة اللي ركبت المكيفات، لازم يتحاسبون على هالشغلة.